ازيك استاذ زكريا؟ متشكرين يعني ان انت رجعتنا البيت. والله اتفضل. ده ايه ده؟ ده جمبري من مركبي. بس ده كتير قوي. لا ده ولا حاجة. سواء في مشكلة بقى. بعرفش اطبخ الجمبري. انا لو عندي وقت والله كنت عملتهم لك، بس انا هكتب لك الوصفة في ورقة. معلش طلب تاني يعني، لو عندك اي وقت بقى ذاكر الواد ياسين كلمتين وانا هبقى حاسب. اعتبري حصل خلاص، ما تقلقيش. كتر خيرك. طعم. ايا سناء. انا ابراهيم يا حنان. انت بتكلمني من تليفون سناء ليه يا ابراهيم؟ عشان سناء في الاسم. ايه؟ سناء اتحبست في الاسم. ليه؟ صالح جاب واحد من رجالته شهد ضدها ان هي سرقت المركب. جبت لها محامي؟ جبت، وقال موقفها وحش قوي. سناء لما احتجت لها ما سابتكيش، فما تسيبهاش يا حنان. هسيبها ازاي؟ دي اختي. اقفل بس وانا هتصرف. سلام. جدع عيب. ايش ياسين؟ خلي بالك من فرح. انت رايحه فين؟ راح لخالتك. طب ما تاخديني معي. مش هينفع، خالتك عندها مشكله، واذا خدتكم معايا هحتاس مش هعرف اعمل لها حاجه. طب هترجع امتى؟ معرفش. افتح ده تلاقيه عم ربيع. اتفضل يا عم ربيع. عم ربيع هيفضل معاكم، هتسمع كلامه مش هتضايقه. هكلمكم كل شويه. ما تقلقيش انا موجود. الحقي انت طريقك. كتر خيرك. سلامه. ربنا يديك الصحه. سلامه. عامل ايه يا سيد؟ الحمد لله. تعرف تلعب ايه بقى يا عم ربيع؟ زي ما انت عايز. تعالى. اي ابراهيم. ايوه حنان. انا قربت اقابلك في النيابه. طب ما تعدي عليا الاول. خليها في النيابه احسن عشان نصرح. طب اسمع مني بس، عشان المحامي لسه هيجي لي وننزل كلنا نروح سوا. ماشي. سلام. طمنيني بس ان توصلي. سلام. ايه يا صالح؟ حنان جايه في الطريق. انت كده عملت الصح. بقول لك يا صالح، ما تخليها تسلم نفسها من بره بره. مفيش حد غيرها يعرف يقررها على مكان المركب. سلام.